خلينا نروح نشوف التقرير ده، لان احنا سالنا الناس بتحافظوا على الاجراءات الاحترازيه في العزومات ولمه رمضان ولا لا. خلينا نتابع. لابسه الماسك طول الوقت، وممكن كل شويه برش الكحول مثلا على ايديا او كده، وبحاول ان ما يبقاش بقى لو انا ادخل بقى اقعد اسلم على الناس كلها وابوس وكده والسلام عليكم وخلاص. بنحاول على قد ما نقدر، خاص بقى ما فيش بوس ما فيش احضان، بنلبس. حتى كنا امبارح في عزومه لبسونا بتاعت القدم دي، على قد ما بنقدر يعني، بنغسل ايدينا دايما على قد ما بنقدر. طبعا بنبقى لابسين الكمامات بتاعتنا ولابسين معنا الكحولات والجوانتات والتباعد الاجتماعي طبعا. يا ربنا يكرمنا يا رب ويبعد عننا المرض يا رب. احنا كان عندنا عزومه النهارده فكان في البيت، فاحنا قلنا نيجي النادي وكده علشان الكورونا ونبقاش فيه يعني في مسافات وكده، فجينا النادي وعملنا العزومه هنا، هي عزومه عائليه يعني. بنحاول العزومات ما نعملهاش جوه البيت، تبقى في اوبن اير احسن، ما يبقاش يبقى في تباعد اجتماعي، يبقى في مسافات بيننا حتى وبين زي ما النادي عامل هنا بيننا وبين الترابيزه اللي جنبنا في واسعه وفي مسافه، وعلى قد ما بنقدر ربنا يستر. بنحاول طبعا وقت الفطار بس بنشيل الماسك، ولكن عموما في النادي بنحاول ان احنا نلبس الماسك حتى وقت الصلاه بالذات او كده في المسجد يعني، بنحاول طبعا على قد ما نقدر واحنا داخلين من البوابه كده يعني. كمامات بنجي معانا كحول وكده، حتى يعني بنبقى حابين ان احنا نيجي يعني نفطر في النادي او كده مكان مفتوح وبتاع بعيد عن الدوشه واللمه وكده عشان كورونا يعني. بنبقى دايما على طول الكحول معانا، طبعا موضوع غسيل الايدين والاهتمام بالنظافه الشخصيه دي حاجه مهمه جدا يعني. كل واحد بيلتزم يعني بالتباعد الاجتماعي، وان كل واحد بيبقى لابس كمامه على اساس يعني الواحد برضو مقلق من موضوع كورونا والتجمعات وكده، وبنقلل طبعا التجمعات الى حد ما يعني. دي حاجه اساسيه لازم نحافظ عليها، بس حاليا احنا كمان بنخلي العزومات في اضيق الحدود يعني، مثلا بالنسبه لوالدتي هي بس اللي بنروح لها، وبيبقى في تباعد ويعني على قدر الامكان ما يبقاش في عزومات لاعداد كبيره يعني. حلوه الجمله اللي يعني اتختم بيها هذا التقرير، نخلي العزومات على قد ما نقدر في اضيق الحدود. طب الكلام ده يعني شفنا طبعا اراء الناس الجميله اللي شاركت معانا في هذا التقرير اللي كانوا موجودين مثلا في النادي او في اماكن مفتوحه، ففي مساحه لمراعاه التباعد الاجتماعي. نرجع برضو لنفس النقطه اللي انت كنت بتتكلمي عليها، فاكره كنت بقول لك الحلقه اللي فاتت ايه؟ كنت بقول لك في وسط الكلام كده قلت لك ان رمضان اللي فات لو تفتكري كان في ارتفاع رهيب في درجات الاصابه نتيجه التجمعات والعزومات، وانت عارفه بقى مثلا ايه اللي عامل عزومه، فكل اسر مش اسره اسر العيله بقى، ما انت فاهمه، داخل بقى عماد ومراته وعياله الخمسه وسوسن وجوزها وعيالها الاربعه واحضان وبوس وسلامات، والعمليه بتقلب سيرك قومي. نعمل ايه بقى يا ست كل في الورطه اللي احنا اتورطنا فيها في رمضان ده مع كورونا؟ بص هقول لك على حاجه، يمكن السنه اللي فاتت زي ما احنا قلنا الناس كانت خايفه يمكن اكتر بصراحه من يعني من السنه دي، عشان كده يمكن كان ممكن نقول النسب اعلى. طبعا 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 احنا دلوقتي ابتدينا نطمن اكتر بعد ما فكره الفاكسين طلع وغيره، ولكن ده طبعا غلط يعني الموضوع. لا احنا كل انا عن نفسي كل يوم بسمع فيه اصابه لحد اعرفه، فالموضوع طبعًا مش بسيط يعني. انا برضو لازم اقول لنفسي انا وانت الحاجات دي، احنا كان لسه عندنا عزومه يعني، ومفروض ان احنا كنا بنفكر نعمل عزومه للفريق عندنا، بس كريم قال لي بلاش يعني خليها بعدين. ما هي مكان مفتوح وكل واحد برضه تحسبا يعني ما حبكتش في الفقره خلاص، ما نجيش الشغل بقى فيها زيادات. لا من باب اولى اقول لك على حاجه حلوه. لا في طبعا يعني الحياه اولويات وبترتيب الاهميه، في بعض الاحيان لو في حاجه في مساحه لتاجيلها باصابه عمل عشان يبقى انت مش ابو ليها، لو فيها تعويض مادي يبقى خلاص باصابه عمل، ربنا ما يجيب اي حاجه وحشه عموما بعيدا عن التعويضات.